السلام عليكم زوينين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. السلام عليكم زوينين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. السلام عليكم زوينين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. والحاجه ما ديروش على حالتي، خاتكم راه صفراء وحالتي حاله. انا هاد الايام جري عليا نجري عليك، عرفتي وجهي ما كنشوفوش في المرايا، كنفك كنغسل وجهي كنخرج جري عليا جري عليك. المهم الحمد لله ربي غادي ييسر الامور ان شاء الله، وكل حاجه غادي ترجع لبلاصتها باذن الله. فيني انا هاد اللحظه اللي غادي نشارك معكم هي صعيبه شي شويه. ربما تكونوا كتسمعوا ليكو كيرجع صوت. انا في الكوزينه ديال داري اللي ما غتبقاش داري ابتداء من اليوم، في الكوزينه اللي كانت كتعجبكم دائما، في الكوزينه اللي شاركت معكم فيها احلى الوصفات، في الكوزينه اللي قضيت فيها ايام زوينه بزاف، قضيت فيها وقت طويل وكثير، في الوقت اللي كنت كنبريباري لكم لي غوسيت ولا اللي كنصوب لي غوسيت لوليداتي، ولا دي فوا كنكون كنجرب في شي غوسيت باش من بعد نصورها لكم في الكوزينه اللي عزيزه عليا بزاف اللي هي هذه. وصافي انا جمعت حويجاتي ودابا انا غنخرج من الدار، وبغيتكم شوفوها. عمرني ما وريتها لكم كامله، انا كنعاود لكم عليها و عينيا كنغرب الدموع. حيت زعما هضر ارتحيت فيها بزاف وقضيت فيها ايام زوينه بزاف، وبكيت فيها وفرحت فيها وبزاف ديال الحوايج. حيت غيجي واحد النهار انا ان شاء الله دايره في البروغرام، غيجي واحد النهار غنشارك معكم واحد الفيديو على تجربتي في 5 ديال الديور اللي دوزت في حياتي كامله، من نهار ماشي حياتي كلها، زعما من نهار اللي تزوجت ليومنا هذا، وتجربه خايبه وزوينه في نفس الوقت غادي نشاركها معكم للاستفاده. وهاد العتبه هادي عتبه زوينه بزاف صراحه، بيني وبينكم كنت فرحانه حتى غنمشي، ولكن منين بديت دابا كنصور ما كنتش متوقعه باللي غادي نبكي. المهم صافي غادي نوريكم الكوزينه باش توادعوا معها حتى نتوما، باش غادي نمشاو نمشي انا وياكم نبداو حياه جديده، نبداو مغامره جديده في كوزينه جديده في دار جديده، نبداو دي غوسيت جداد، نبداو دي فلوغ جداد، نبداو ما هو جديد. كيف ما كيقولوا ما كتكون نهايه حتى كتكون بدايه، وهذا الشيء اللي كاين. مهم انا ما عرفتش الفيديو شنو غادي يكون فيه، داكشي اللي تصورته ومونطيته لكم قبلوا عليه هادشي اللي كاين. نخليكم ديروا معايا دويره في الكوزينه، هاد البلاصه هي اللي دائما كنت كنصور فيها، هي هادي البلاصه اللي كنخدم فيها. داكشي علاش قلت لكم في الكوزينه اللي صورت جديده درت فيها بزاف ديال لي سباس، درت فيها واحد لي سباس فين نخدم، لانه هاد البلاصه كانت مضيقه عندي وما كنتش كنخدم فيها مزيان. ها البوطه فين كنت كنخدم دائما، هنا فين كنت كنطيب لكم، ها الفران اللي كنت كنطيب فيه، وهذا هاد البلاكار كنت دايره فيه ليمول، كنجمع ليا ليمول وداكشي ديالي كامل. هادشي اللي كاين، نخليكم ديروا دويره في الكوزينه ونمشي ناخذ داكشي اللي باقي ليا في الحويجات ونمشي بحال هادي.
التدوينات ديالي انا دابا غادي نجي ماشي غادي نجي غادي نمشي غادي نمشي ناخذ داكشي ديال الالكتروميناجي اللي اختاريت المره الفايته وما جبتكمش معايا داك القوالب راني ما مزياناش وما جبتكمش معايا اختاريت تقريبا ندير شي شهرين باش اختاريتهم ودابا جيت باش نخلص خديت الثلاجه وخديت الفران وخديت لابلاك وخديت لاهوت وخديت الماكينه ديال الماعن وخديت شوفوا ومازال باقي حيره ما عرفتش واش غادي ناخذو الغاز ولا غادي ناخذو الكتريك هادشي اللي كان داكشي اللي غادي ناخذو غادي نوريه لكم انا دابا يا اما كتركبوه هكا عريض يا اما كتركبوه بالواقفيه ولكن انا ترخيت عليه صراحه اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا وانا كنجيت اختاريت كلشي ولكن ما خلصتش وراجلي تيقول لي هدى يلا نمشيو نخلصوا راه السعاده دابا سميتو هدى يلا نمشيو كنقول له واخا اليوم غدا اليوم غدا صافي راه السيده انا موصيه من عيطو قلت له راني غادي نجي نقضي الغرض قال لي راه لا بلاك ما كايناش وشوفوا ما كاينش لايصوب هادي لابلاك شوفوا معايا واش عجبتكم ولا لا كبيره تبارك الله فيها خمسه ديال ولا خمسه ديال الفوام ولا كيف كيقول لك خمسه ديال الكوانن خمسه ديال الكوانن اللي فيها زوين هاد لي بوطون دو كوموند اللي عندك هنا في الفلام سيليكت هاد الفلام سيليكت كتقدر تحكم فيها تسعود ديال لي نيفو الا حركتها بيدك هنا كتسمع هي طق 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 تسعود ديال لي نيفو بعض الناس كتكون باغي طيب شي حاجه بالمعمهيله ولا شي حاجه كتبقى كتنقص كتلقى راسك نقصتي الماكسيموم وهي مازال وكطفى لك دي فو كطفى هادي لا انا راه عندي تسعود ديال لي نيفو كتقدر تحكم بهم تحكم فيهم كيف ما بغيتي داكور هي في الحقيقه انا حاتيم كان قال لي هودي الا لقيتي لا بلاك في الكحل خوديها لانه استيتيكمون في الكوزينه اللي تجي واعره و سي لا توندونس وكنا بغينا لا بلاك في الكحل وسميتو ولو فور حتى هو والثلاجه كاينه بخت هذيك اللي اختاريت كاينه في الكحل وشفتها وحمقاتني كاينه لتحت كاينه شفتها وحمقاتني ولكن المشكل اللي لقينا هو لا بلاك ما كايناش ما دخلاتش المغرب من رمضان اللي فات يعني ما يمكنش ندير شي غري وشي نوار دونك اضطرينا في الاخر نديرو كلشي غري وهذا اللي كاين وسمح لي يا خويا حاتم الثلاجه لا بلاك لو فو لا بوت يمكن ندير كيفاش نشوف صافي الحمد لله خدينا كاع داكشي اللي خصني ومهم انا اختاريت شوفو ديال الغاز ولكن
نبغي نسمع اراء ديالكم والنصائح ديالكم، قولوا لي شنو كاين باش حتى الا ما عجبكمش ولا شي حاجه ولا هذا نرجعوا هذا راه ماشي مشكل، ماشي مشكل نرجعوا ونشهدوا ها نتوما قال لي نرجعوا عقلوا علي راه كيحشم بزاف كاع. ايوا هادشي اللي كاين. ايوا خليكم. ايوا واش غادي نقول لكم من بعد ما شحبت عبد الرحيم مسكين. جانا الجوع بزاف، مازال ما تغديناش، عرفتي هاد الايام ديال فاش صافي قربت باش ندخل الدار، وكل نهار دابا كنمشي لا فينيسيون مع المعلمين وكذا، ما كنقيلش في الدار لانه اصلا حنا جمعنا الماعن، الماعن كاملين تجمعوا وما بقى عندي لا فين نطيب ولا باش نطيب. كنفطر الصباح وكنمشي كنبقى ندور 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 مع المعلميه صافي حتى العشيه ديك 8 ولا ديك 8 ونص عاد كنمشي ناكل، كندير من غدا من عشاء من غوتي من كلشي. حنا خارجين من البلاصه ديال هاد منين خديت الالكتروميناجي ديالي قطعت جيت 4 سوريز لانه كاين هنا جيت عين الشق خديت داكشي اللي خصني الفطور الغدا في مره، وكنهز عينيا كيبان لي واحد المحل ديال كيبيع الماكولات الشرقيه، نتوما عارفين انا مع الحلويات الشرقيه والماكولات الشرقيه، صراحه انا عمرني ما كليت عندهم، واش نقول انا وياكم فاهمين اول مره غادي نكتشف اول مره غادي نشوف الماكله ديالهم. كنت فيك كليت عند وحدين في الرباط حتى هما كلتهم زوينه، هادو اول مره غادي ناكل عندهم، سميتهم سوريانا اون فاس مع الكاتر سوريز باتيسري الكاتر سوريز. ايوا صافي غادي ناكلو شي شويه نعتقو الروح ونشدو الطريق باش نمشيو للمحمديه ان شاء الله، وانا غادي نشارك معكم لي بلا اللي اختارينا. شكرا. هادي وقيله التبوله ياك يا سلام. هذا حمص لا متبل الباذنجان كيكون لذيذ كيحمقني. هذا حمص وهادي هذاك بركة جبنه هادي كبة جميل. الله يعطيك الصحه شكرا. المهم اليوم انا جيت نتعشى على حساب راجلي، هو اللي خليته اختار وانا كنكتشف. قلت له شوف انا ما غاديش نهضر، انت اللي اختار مع راساتك اللي حطيتي انا غادي ناكلها. وخدينا شويه 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 من كل حاجه من الماكولات السعوديه صافي. الاخر الفيديو نقول لكم هادشي واش بنين ولا لا. مرحبا معايا شاورما عربي. شوفوا معايا اهلا وسهلا. دبس رمان هذا تيتكلم على وهذه. شكرا
معايا ها هما صحاب رخام كي يغلفوا الجنب ديال الحيط كيتغلف بسميتو بالميكا باش فاش يكون كيحك ما يعمرش ليا الحيط بالماء لانه الدار كلها مصبوغه على هاد الطريقه هاد. المهم انا غير كنقول لكم الاستفاده البنات اللي باغيين يحكوا رخام ولا شي حاجه ضروري تيخص الحيط كله يدور بالميكا. انا غادي نوريكم شفتي وحتى على البلاكار حتى على البلاكار هادشي كله كيغلفو وبطبيعة الحال ما نساوش البابيب وصافي ها السلعه ديالي جاتني وصلتني اللي شفتو معايا في الاول ديال الفيديو ها هي وصلت الثلاجه ماكينه الماعن لا ماشي ماكينه الماعن هذا غيكون الفران هذا الفران ماكينه الماعن هي هذه ماكينه الماعن حيت فاش جاو حطو انا ما كنتش كنت خارجه يلاه جيت قلت لهم غير سيروا طلعوا للدار وهنايا هنا لا بلاكو هذا لا بلاكو لا هوت لابلاك ولا هوت وهذا شوفوا ها هو شوفوا ها هو اللي غادي نركبوه هنايا في هاد البلاصه غادي نركب هنا برا في لاطيراس. زوينين ديالي حنا وصلنا اليوم للنهايه ديال الفيديو نبغي نقول لكم سمحوا لي بزاف حيت بكيت بلا ما نحس واللي بغيت نقول لكم هادشي كامل اللي شفتوه معايا في هاد الفيديو راه ماشي كله مصور في النهار راه نقول لكم هذا التصوير واقيلا ديال واحد جوج الاسابيع وانا كل مره كنصور شويه 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 ومونطيتو وخرج لي فيديو طويل بزاف واحد الساعات اللي ما كانا ما يمكنش زعما نمونطي لكم فيديو يكون طويل فشنو درت انا قسمته على جوج طرف قديناه لكم اليوم شفتوه وطرف خليناه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. واللي بغيت نقول لكم بالنسبه لهذيك الماكله اللي كلينا عند سوريانا راه لذيذه 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 قلت لكم غادي نجاوبكم في الاخر ديال الفيديو لذيذه انا اول مره كناكل عندهم وصراحه ما عندي ما نقول كنتمنى الناس اللي ساكنين في عين شق شارع القدس بالضبط الا كانوا فايت لهم جربوا الماكله عندهم يردوا عليا في لي كومونتير بالنسبه للرقم الهاتف ديالهم والعنوان وكلشي غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. وايضا اللي نبغي نقول لكم كيفاش شفتوا معايا في الفيديو لي بابي با ركبوا والفراش حتى هو جاني والوامس حتى هما جاوني هادشي اللي غادي تشوفوه معايا في الفيديو الجاي ان شاء الله. واللي نبغي نقول لواحد السيده قريت لي كومونتير ديال قريت الكومونتير ديالها هو قالت لي عافاك هدى صوريني القبص ديالك راني واقفه عليه البنات عافاكم ديروا لايك 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 باش هدى تقرا الكومونتير. فبغيت نقول لك احبيبه ديالي راني قريت الكومونتير الفيديو الجاي ان شاء الله غنصور لك القبص كله ديال الدار باش تاخدي فكره. الفيديو ديالنا سال هنايا وجميع العناوين والارقام ديال الهواتف كاملين غتلقاوهم في صندوق الوصف. ما تنساوش الانستغرام ديالي اللي هو صدق هدى اوفيسيال. والسلام عليكم نتلاقاو وياكم في تتمه ديال هذا الفيديو في الفيديو الجاي ان شاء الله.